يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل أسلم على من يقرأ القرآن أم أترك السلام لأجل ألا أقطع عليه قراءته؟ نعم، لا تسلم عليه، المشغول بالكلام أو بالقراءة أو لا تسلم عليه، لأن السلام، البداء بالسلام سنة ما هي بواجبة، وهذا مشغول، مشغول عنك، قد لا يرد عليك أو يرد عليك ويقطع شغله وتحرجه. الحمد لله السلام سنة إذا لم يترتب عليه محذور.